رغم تمسك الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالبقاء في السباق الرئاسي، إلا أن هناك ترشيحات عدة مطروحة في حالة سحابه. على رأس القائمة تأتي نائبته كامالا هاريس، كونها تحظى بأعلى نسب تأييد بين الديمقراطيين وفق استطلاعات الرأي، إلا أن مساعدي هاريس رفضوا الحديث عن أي بطاقة ترشح لا تضم كل من بايدن وهاريس معا. ومن بين الخيارات غافن نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا، ويمكن لثروته الشخصية وخبرته السياسية أن تجعله منافسا قويا. القائمة تضم أيضا بيت بوتجيج وزير النقل في إدارة بايدن، إلا أن كوارث القطاع خلال عهد قد تقوض قبوله لدى الناخبين. كما تبرز إلى الواجهة حاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمير، التي أعيد انتخابها عام 2022 لأدائها القوي في التعامل مع جائحة كورونا. وأخيراً ميشيل أوباما السيدة الأولى السابقة، التي تتمتع بشعبية واسعة لمبادراتها في التعليم ودعم النساء العاملات، إلا أن تقارير صحفية أمريكية تعتبرها خياراً خيالياً.